محمد أحمد من كربلاء يقول بعد أن أتسحر وأقوم لصلاة الصبح يصعد الأكل إلى بلعومي. هذا قبل قليل تكلمنا عليه اللي هو التجشع، مو التقيؤ، هذا التجشع. ففي أثناء النهار إذا ارتفع الطعام من المريء ووصل إلى مثلا فمي أو إلى بلعومي ونزل من دون اختياره، ما كان قاصد، ما يأثر هذا بصحة، سواء مو صحيح. أما إذا ارتفع الطعام من المريء وصل إلى فضاء الفم ونزل باختياره، يعني هو ابتلعه، هذا عليه القضاء والكفارة على الأحوط لزوما فيهما. يعني القضاء مبني على الاحتياط وأيضا الكفارة مبنية على الاحتياط. رياض من كربلاء يقول: ما حكم صومي إذا أجنبت بعد الفجر؟ إذا شخص أجنب قبل طلوع الفجر يجب عليه الاغتسال، سواء كان باحتلام أو بجماع يجب عليه الاغتسال. الجنابة اللي بعد طلوع الفجر إذا كانت عبارة عن احتلام، يعني جنابة غير اختيارية، هاي مضر، هذه مضر بالصوم، صومه صحيح. أما إذا كانت الجنابة اختيارية، يعني بعد الفجر حصلت عدة جنابة اختيارية كما لو جامع أهله بعد طلوع الفجر، قضاء وعليه الكفارة، هذا يبطل صومه، عليه القضاء والكفارة.